بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ العزوزي المهدي رئيس الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس. كما تلاحظون اليوم هذا يوم مبارك على اعتبار أنه يوم جمعة، ونلتقي من أجل عمل مبارك آخر هو حملة ديال التبرع بالدم. هي حملة في إطار تدخل في إطار الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس. ليست هي المرة الأولى، وإنما نحن كل سنة دأبنا على القيام بهذه الحملة. ربما هذه السنة هي الظرفية مغايرة. لماذا؟ لأن المغرب يعرف واحد النقص حاد في الخزان ديال الدم، وبالتالي احنا جئنا لنقول على ان المحامي سيظل دائما مهتما بالشان الاجتماعي، وستكون له دائما مبادرات فيما يتعلق بالشان الاجتماعي. نتمنى في نفس السياق ان يكون هناك اقبال كبير على هذه الحمله. نتمنى ان تكون هناك مبادرات اخرى من طرف كافه الفاعلين الاخرين، سواء في قطاع العدل او في القطاعات الاخرى. هي كما قلت حمله ليست الاولى وليست الاخيره. نشكر مجددا القنوات الاعلاميه الحاضره معنا، والتي تلعب دورا كبيرا في ابراز هذا الزخم الذي يقوم به المحامين على مستوى الانشطه الثقافيه او على مستوى الانشطه الاجتماعيه او كافه الانشطه الاخرى. لا ننسى ان نشكر السيد الرئيس الاول لمحكمه استئناف الذي ابى الا ان يخصص فضاء محكمه استئناف من اجل اجراء هذا النشاط في اجواء تسودها الراحه ويعني التشجيع لجميع الزملاء والزميلات، وشكرا لكم. معكم الاستاذ عبد اللطيف حسين محامي بهيئه فاس. اليوم طبعا كنلتقيو على واحد السنه اللي اصبحت سنه حميده الحمد لله، اللي هي اصبحت واحد النوع من العمل الاجتماعي اللي دابت الجمعيه للمحامين الشباب منذ سنوات انها تنظم هذا النشاط الاجتماعي سنويا في اطار الحمله ديال التبرع بالدم. وهي رساله حقيقه من طرف الفئه ديال المحامون الى كافه عموم شرائح المجتمع، باش يسيروا هذا الموقف وهذا السلوك الاجتماعي، لانه في كل في كل الاحوال هو تصرف انساني وسلوك اجتماعي فيه واحد النوع من البذل والعطاء. خصوصا حنا كنعلموا جيدا ان المساله المتعلقه بالتبرع بالدم هي حتى على حسب المعطيات اللي كتصدر على وزاره الصحه، دائما هناك واحد النوع من الحاجه لهذه المبادرات. ولذلك الجمعيه دابت دائما انها تنظم هذه الانشطه في اطار حرصها على الاستجابه والتفاعل مع كل الامور اللي كتتعلق بالمجتمع. فاعتقد هذه ربما الدوره الرابعه او الملتقى الرابع او النشاط الرابع اللي قامت به الجمعيه، وهي حريصه كل حرص باش تمشي قدما في هذه الانشطه. طبعا حنا لا ما يمكنناش نتنساو بانه الفكره ديال التبرع ديال الدم بحد ذاته عنده واحد الفوائد كثيره جدا، ربما اهل الاختصاص غادي يبسطوها للناس ويشرحها لهم، ولكن كيبقى في اخر المطاف واحد السلوك اللي هو مجر للانسان، لا من الناحيه المجتمعيه ولا من الناحيه الانسانيه ولا مع الله سبحانه وتعالى. فبتوفيق الجمعيه وبتوفيق لكل من سهر على هذا النشاط. الحمد لله، هذه مبادره طيبه قامت بها هيئه الاساتذه المحامين الشباب بفاس والتبرع بالدم. وكي كتشوف معنا بالنسبه للاخوان صدى الاطر الموظفين باستئناف محكمه استئناف بفاس، الساده الاعضاء
مجلس هيئة المحامين. كل شيء فرحان، كل شيء عاجبه الحال. كي كتشوفوا معنا الأجواء كلها مزيانة، الحمد لله هذه بادرة طيبة ما فيها غير الخير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ فوزي زيزي عبد السلام، المحامي المتمرن بهيئة المحامين في فاس. اليوم نتواجد بمقر محكمة الاستئناف لمدينة فاس في إطار اليوم للتبرع بالدم المنظم من طرف الجمعية الجهوية للمحامين الشباب. حقيقة كمحامي متمرن ما كان لي إلا أن ألبي الدعوة وألبي الطلب الذي يعتبر كمبادرة إنسانية لإنقاذ حياة الآخرين، كما هو مشار إليه في شعار لليوم: أخي أختي المواطنة، نقطة من دمك تنقذ حياة الآخرين. قررت جمعية المحامون الشباب في شخص رئيسها المهدي العزوزي حملة تبرع بالدم، وهي حملة تطوعية الهدف منها إنقاذ، ربما تكون إنقاذ هذه القطرة الدم عدة أشخاص أو شخص أو عدة أشخاص، وأتمنى أن تكون حملة في جميع القطاعات قصد إنقاذ مجتمعنا من بعد الأمراض، وتكون لها أجر وثواب عند الله. وشكرا.